بحضور عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة، ومن أبرزها رئيس منتدى المعارضة أحمد سالم والبحبيني. أطلق حزب التحالف الوطني الديمقراطي حديث النشأ أنشطته السياسية بحضور العشرات من مناضل الحزب وقيادات سياسية بارزة باحتفالية نظمها بدار الشباب القديمة مساء اليوم. وخلال كلمته الافتتاحية لأنشطة حزبه دعا يعقوب اللمين كل الفاعلين السياسيين إلى التضحية وجعل المصالح الوطنية فوق كل اعتبار، معتبرا أن 6 سنوات من القطيعة كافية لمراجعة الذات وتقييم المسار. هذه المؤشرات المقلقة للوضعية التي يعيشها البلد جعلت الهدف الأساسي لحزب التحالف الوطني الديمقراطي هو تحقيق كرامة المواطن الإنساني عن طريق توفير الظروف المناسبة للعيش الكريم من سكن وماء وشرب وكهرباء وشغل وفك العزلة والرقي بالتعليم والصحة. إن تمكين المواطن الموريتاني من الحفاظ على الضروريات الأساسية السبت حفظ الدين والنفس والنسب والعرض والمال والعقل التي أكد الشرع الحنيف على وجوب حفظها هي أسمى أهداف حزبنا، مع توفير الظروف المناسبة للرفاهية والعيش الكريم للمواطن. ولن يكون ذلك إلا بتكافؤ الفرص بين كافة أبناء الشعب وخلق ظروف اقتصادية مريحة تقضي على البطالة والفقر. هكذا إذن اختتم يعقوب اللمين وجماعته المنسحبة من حزب التكتل للقوى الديمقراطي مهرجان انطلاقة حزبهم، لكن بقيت هناك أسئلة عالقة تحتاج من يجيب عليها، ولعل حل مجلس الشيوخ من أبرزها. الشيخ الحميدي، قناة الوطنية، نواكشوط.